السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وغنية من برنامجكم جرايد في رحاب شهر رمضان المبارك، نستهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: أولمبيا قصة البريطانية، الملكة إليزابيث تعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، يا له من حفل. في التلغراف البريطانية: جاك روك الألعاب عادت إلى مهدها. في الشرق القطرية: سعود بن عبد الرحمن يدشن البيت القطري في احتفالية رائعة. في الرأي الأردنية: الأمير فيصل بن الحسين، المشاركة الأردنية في دورة لندن ثمرة جهد الاتحادات واللجنة الأولمبية. هشام اللحام كتب في الثورة السورية: العزيمة والإرادة في الأولمبياد. في الاتحاد الإماراتية: السركال سعداء بالأداء لكن الكرة لم تطاوعنا. في المصري اليوم: رئيس بعثة مصر بالأولمبياد، مباراة البرازيل منحتنا دفعة معنوية قوية. محليا في الرأي: سيكون بديلا لمراد مغني، لخويا يفاوض الفرنسي جاريس كامبو. في العرب: مشعل عبد الله ولازاروني سبب بقائي في البيت الملكي. في الوطن: يونس محمود، التمر واللبن ضروري. عربيا في الزمن العمانية: أندية الثلاثة في بيانها الجديد، خالد بن حمد قدم معلومات مغالطة للفيفا. في القبس الكويتية: رادان احتراف المطوع خسارة كبيرة للأصفر. عالميا في ليكيب الفرنسية: أنشيلوتي، إبرا سيشارك يوم الأحد أمام دي سي يونايتد الأمريكي. في آس الإسبانية: رئيس نادي إسبانيول برشلونة لا يحترم إسبانيول. إذن هي ضربة البداية التي انطلقت إذانا بانطلاق أولمبياد لندن، حفل افتتاح أقل ما يقال عنه أنه مبهر ورائع. وفي الشأن الرياضي سيكون التنافس على أشده بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى الأولى لاستعادة ريادتها على الألعاب بعد أن انتزعت منها الصين صدارة الترتيب العام في النسخة التي احتضنتها قبل 4 سنوات. وستخلو الساحة على مدى الأيام 16 المقبلة للرياضيين والرياضيات، وستكون الأضواء مسلطة على النجمين السباح الأمريكي مايكل فيلبس والعداء الجامايكي أوسين بولت، اللذان سيشعلان الحماس في حوض السباحة ومضمار ألعاب القوى. عموما تغطية خاصة لما تناولته السلطة الرابعة عن أولمبياد لندن، ووقفة يومية مع موفدنا إلى العاصمة البريطانية جاسم حسين. افتتحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رسميا فجر اليوم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي حملت عنوان جزر العجائب في الملعب الأولمبي في لندن أمام أكثر من 80,000 متفرج، تقدمهم أكثر من 70 شخصية سياسية ورياضية بعد 7 سنوات من العمل المتواصل والمضني. وكلفت 12 مليون يورو ومشاكل في مجال الأمن والنقل، جاء حفل الافتتاح قمة في الروعة واستمر زها 4 ساعات وكان عابقا بالتاريخ والثقافة الإنجليزية. أعلن افتتاح ألعاب لندن للاحتفال بالأولمبياد 30 في العصر الحديث. بهذه الكلمات التقليدية وبصوتها المتموج في ملعب سترامفورد وعلى مرأى من 80,000 متفرج وأكثر من 1 مليار مشاهد، جسدت الملكة إليزابيث
البالغة من العمر 86 عاما عادة عائلية، ذلك لأن جد أبيها إدوارد السابع ووالدها جورج السادس كان افتتح الدورة الأولمبية في لندن أيضا عامي 1908 و 1948، علما أن العاصمة البريطانية هي الوحيدة التي احتضنت الألعاب 3 مرات، وتابع الحفل الذي قدرت تكاليفه ب27 مليون جنيه جمهور قدر بنحو 1 مليار نسمة حول العالم. إذن تفاصيل أو تكلفة هذا الحفل التي بلغت 12 مليار دولار، وفي تفاصيل الحفل المشهد الذي ابتكره المخرج داني بويل الحصل على جوائز أوسكارية أدى عكس الروح البريطانية وكان حريصا على أن يروي حياة الناس. بدأ التمهيد للحفل بمر سرب من طائرات القوة الجوية البريطانية، ثم أطفأت الأنوار بالكامل إذانا ببدء حفل الافتتاح الذي شارك فيه 15,000 متطوع. فماذا في تفاصيل القصة البريطانية الجميلة؟ دعونا نتابع. أوروبا أو خارجها، وكان الملعب عبارة عن قرية في الريف البريطاني تنتشر فيها الدواجن والماشية والرعاة قبل أن تتحول تدريجيا إلى مدينة صناعية اجتاحها الآلاف من العمال في صورة خلابة. ثم كان المشهد الختامي لهذه الفقرة رائعا عندما تجمعت الدوائر الأولمبية 5 في وسط الملعب قبل أن تمطر شهبا نارية. وكانت الفقرة الثانية مستوحى من فيلم جيمس بوند البريطاني الشهير، حيث قام دانيال كريغ الممثل الذي يقوم بدور بوند على الشاشة الكبيرة بزيارة قصر باكنغهام، حيث رحبت به الملكة إليزابيث الثانية واصطحبته بطائرة هليكوبتر في رحلة حول العاصمة قبل أن يهبط بمظلة فوق الملعب. ثم صدحت أغاني أشهر الفرق والمغنين البريطانيين لتضيء على الثقافة الغنائية لبريطانيا وأشهر فرقها أمثال الرولينج ستونز والبيتلز وغيرها، قبل أن ينشد المغني القدير بول ماكارثني الأغنية الختامية. هذه الألعاب تقام وسط أكبر عملية أمنية في تاريخ بريطانيا في زمن السلم، وقد شملت نشر صواريخ مضادة للطائرات على أسطح المباني وسفينة حربية في نهر التايمز. وسيرفع الرياضيون المشاركون وعددهم 10,490 رياضيا ورياضية شعار الألعاب الأولمبية الشهيرة الأسرع الأعلى والأقوى في المنافسات التي سيخوضونها على مدى 16 يوما، حيث سيتبارون لحصد نحو 900 ميدالية منها 300 ذهبيتين في 28 لعبة معتمدة رسميا في الألعاب. تشهد الدورة أيضا مشاركة 205 دول، وستقام منافساتها في 34 منشأة رياضية على امتداد بريطانيا، 9 منها في المجمع الأولمبي شرقي لندن. واستغرق بناء الملعب الأولمبي الذي يتوسط المجمع 3 سنوات، واستخدم في إنجازه 10,000 طن من الفولاذ. وقبيل افتتاح الألعاب رسميا من قبل الملكة، اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية البلجيكي جاك روك بأن الألعاب عادت إلى مهدها، وقال بمعنى أو بآخر تعود الألعاب إلى مهدها. هذا البلد العاشق للرياضة يعرف بأنه مهد الرياضة الحديثة، وأضاف هنا وضعت مبادئ اللعب النظيف في قوانين واضحة، وهنا وضعت الرياضة ضمن البرنامج التعليمي في المدارس. وسيم صبرا الكاتب في جريدة اللواء اللبناني أعرب عن انبهاره الشديد بحفل افتتاح الأولمبياد، كما أعرب عن استغرابه من الأنباء التي تواترت ومفادها بأن رئيس البعثة الأولمبية اللبنانية زياد ريشة غاب لأكثر من 24 ساعة تاركا البعثة. شهدنا يوم أمس الافتتاح المبهر
لأولمبياد لندن. إذانا بانطلاق الألعاب الأولمبية التي ستتواصل منافساتها حتى 12 من أغسطس المقبل. وصحيح أن الحفل لم يقدر على محاكاة نظيره في الدورة السابقة في بكين، لكنه جاء معبرا كما روى بمشاهد واقعية الحياة البريطانية وثقافتها. وما نأمله هو أن تنتهي هذه الألعاب بسلام، وأن يكون لنا كلبنانيين قرص في هذا العرس. بيت قطر من أكثر ما لفت الأنظار أيضا في هذه النسخة من الأولمبياد. الفكرة تهدف لتغيير الانطباعات والتصورات العالمية عن المنطقة بشكل عام وعن قطر بشكل خاص، خاصة وأن العالم بأسره ستتوجه أنظاره نحو لندن خلال فترة الألعاب الأولمبية، كما سيمثل البيت القطري فرصة أيضا لتسليط الضوء على الطرق والأساليب التي اعتمدتها الدوحة كي تصبح مركزا حقيقيا للرياضة في المنطقة ووجهة استثنائية للسياحة الرياضية. عموما ماذا قال الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني في هذه المناسبة نتابع. قال سعادة أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إن بيت قطر يجمع كل ما يميز قطر والعالم العربي، بدءا من الفن الإسلامي القديم حتى الفن العربي المعاصر، إضافة إلى أن أعمال العديد من المصورين والنحاتين المرموقين، ويفتح آفاقا جديدة لابتكارات ولدت في قطر، مشيرا إلى أن هذا البيت سيستضيف كل اللجان الأولمبية العربية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، والذي يتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية. وأشار سعادته أن الملامح الرياضية لبيت قطر تعكس أساس كل ما سنقوم به هنا في لندن، مؤكدا أنه كما يأتي في صدارة الأولويات بالنسبة للرياضيين القطريين أن يقدموا أفضل أداء ممكن في الملاعب، فإنهم سيكونون أيضا سفراء لبلدنا في بيت قطر خلال فعاليات دورة الألعاب الأولمبية. الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية أكد على أن الثقة الكبيرة في قدرات رياضي بلاده على المشاركة الفعالة والإيجابية في دورة الألعاب الأولمبية. الشيخ أحمد بن محمد وصف المشاركة الإماراتية بأنها تاريخية من خلال حضور 30 رياضيا يشاركون في 6 لعبات. هذه المشاركة تعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات وبما يسهم في رفع راية الوطن خفاقا، ونتمنى أن يتحقق الهدف الأسمى من المشاركة وأن يحقق جميع رياضيين مستويات متميزة خلال الدورة وأن تتحقق أهداف الحركة الأولمبية. دولة الإمارات تسعى إلى الحضور في جميع المحافل الدولية وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية لتحصيل وتعزيز المكانة التي وصلت إليها رياضة الإمارات. أشيد بالجهود التي بذلتها مدينة لندن واللجنة المنظمة للدورة لاستقبال هذا الحشد الكبير من الرياضيين والإداريين والمدربين وغيرهم من ضيوف الدورة، وإبراز الوجه الحقيقي للتميز الذي تشتهر به المملكة المتحدة، ليبقى الحدث خالداً في سجلات التاريخ. الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية أكد أن الدورات الأولمبية لا تتعلق بالمنافسة والحصول على الميداليات وحسب، بل بما تحققه من قيم أصيلة تتجسد في تعزيز العلاقات بين الرياضيين والدول المشاركة. الأمير فيصل أكد خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه السفير الأردني في بريطانيا على شرف البعثة الأردنية المشاركة في الأولمبياد أنه سعيد بتواجد لاعبي الأردن في هذا العرس العالمي مع نخبة من لاعبي العالم في شتى الألعاب. أعضاء الوفد الأردني سيقدمون جل ما لديهم من إمكانيات فنية خلال منافسات الدورة، وأنا سعيد بتواجد هذا العدد من الرياضيين الأردنيين إلى جانب نخبة لاعبي العالم والذين جاء تأهلهم ثمرة جهد وعطاء كبير للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية التي حددت مسبقا استراتيجيات واضحة لإعداد اللاعبين الأولمبيين، وهو ما ستواصل البناء عليه
خلال الفترة المقبلة. رفض أمين عام اللجنة الأولمبية السورية فراس معلى دعوة اللجنة الأولمبية الدولية لحضور فعاليات أولمبياد لندن 2012 الذي افتتح أمس. وكالة الأنباء السورية سانا أكدت أن رفض معلى تلبية الدعوة يأتي ردا على مخالفة السلطات البريطانية القوانين والمواثيق الأولمبية بعدم منح رئيس اللجنة الأولمبية السورية اللواء موفق جمعة تأشيرة دخول لحضور الأولمبياد. وكانت بريطانيا قد رفضت منح تأشيرة دخول للواء جمعة بسبب علاقته مع نظام بشار الأسد الذي واجه ثورة احتجاجية شعبية منذ نحو 16 شهرا. من جهة أخرى هشام اللحام الكاتب في جريدة الثورة السورية أكد بأن 10 رياضيين سوريين سيتنافسون في الأولمبياد بالعزيمة والإرادة مع ألمع أبطال العالم من أجل الحصول على ميداليات. المشاركات السابقة للرياضة السورية في الألعاب الأولمبية حملت شيئا من التوهج، وكان هناك أكثر من ميدالية متنوعة، وهذا يعني أن الأمل يبقى موجودا، ولكن لا بد من الإرادة والعزيمة ووجود روح التحدي، بالإضافة إلى عامل مهم ألا وهو الثقة بالنفس. ويجب ألا ينسى رياضيون أن هناك ظروفا تؤثر في المنافسات كالتعب النفسي والإصابات والحظ الذي يرجح كفة لاعب على آخر. الرياضة فوز وخسارة، وسنشهد في لندن أبطالا مرشحين للمنافسة يخسرون، والخسارة ليست عيبا، ولكن لا بد من اللعب بقوة وثقة وانتزاع أعجاب المتابعين. ما نريده من أبطالنا وإن كان هناك تقصير في أعدادهم أن يلعبوا بروح المنتصر وليس بروح الخاسر قبل أن تبدأ المنافسة. وأملنا في أن يتوج أبطالنا وألا تضيع جهودهم وجهود مدربيهم على مدى أشهر طويلة. نذهب مباشرة إلى لندن حيث موفدنا إلى هناك جاسم حسين. جاسم بداية يعطيك العافية، حفل افتتاح مبهر وهو حديث الصحافة العالمية صبيحة هذا اليوم حقيقة، على الرغم من أن هناك اختلاف الآراء ما بين حفل مبهر وحفل جيد، لكن حدثنا عن الأجواء في لندن مع الانطلاقة الرسمية للألعاب، وماذا أيضا عن البيت القطري الذي افتتح أمس؟ نعم عبد الرحمن، حفل مميز مميز كان في بساطة، إذا نتكلم كان يحمل ويجسد الإنسان الإنجليزي بثقافته فنه تراثه عاداته وتقاليده، يعني لوحات حملت الكثير والكثير من المعاني، يعني ما بين مميز والواحد قال مبهر واحد يقول لك مميز، لكن كان بشكل مميز جدا. تميزه كان عودته للماضي والريف البريطاني. راح أشرك زميلي أستاذ أيمن بعيد رئيس القسم الرياضي وجريدة الأهرام المصرية في هذا الموضوع بالتحديد. أستاذ أيمن يعطيك ألف عافية، ماذا عن حفل الافتتاح وما أبرز النقاط لفتت نظرك فيه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليك ولكل الزملاء في الاستوديو وكل المشاهدين. طبعا أجمل ما في حفل أمس زي ما حضرتك قلت وتفضلت أنه هو كان تميزه في بساطته، كان بسيط جدا وكان معبر عن العادات وعراقة الإنسان الإنجليزي الذي كان يعني أعاد بنا إلى الماضي، إلى الريف الإنجليزي وإلى مناجم الفحم ومن هذه الأشياء الجميلة. أيضا كانت اللافتة برضو المعبرة واللي كانت يعني يمكن ربما أطفت نوع من الفكاهة والدعابة هي مستر بن في أثناء العزف على الموسيقى. وطبعا ما ننساش اللقطة الجميلة اللي هي للملكة وهي تقفز من الطائرة وتدخل الملعب الأولمبي، هذه أشياء جميلة. ولكن أبرز ما كان في هذا الحفل من وجهة نظري رغم إبهاره وجماله هو بساطته، ولم يكن مبالغ في الليزر مبالغ في الإضاءة، لكن أبسطته في العودة إلى الريف. شاهدنا بعض الحيوانات، بعض الأعمال الريفية، كل عادة أعاد بنا إلى ربما إلى الجذور، ربما يمكن إحنا يمكن نشعر بهذه الجذور أكثر منهم الآن، وهي الجذور ما زالت موجودة عندنا كعرب. الصراع أيضا الموجود بين جيل الماضي وجيل الحاضر والمستقبل.
طبعا موجود، طبعا في كل الدول العالم موجود هذا الصراع، وهو عمل ده من يعني مزج ما بين التراث الانجليزي القديم من بدايه من الريف والى التقدم من خلال الاجمل كمان يعني الطيران والقفز الملكه من الطائره. ايضا اجمل ما يميز الحفل كانت هي الموسيقى التصويريه، انا بحب اشيد بالموسيقى، كانت معبره وجميله، والفنانين ايضا اللي قدموا الفقرات الفنيه في بساطتهم ايضا، ويمكن المغني الاول من العزف على الجيتار قعد بنا برضو بدون الصخب ربما الديسكو والاشياء الالات الصاخبه، لكن كان جميلا في بساطته. الشيء الملحوظ طبعا واللي هو ابرزت وسلطت عليه الصحافه الانجليزيه هو دخول الحلقات الخمسه اللي معبره عن الاولمبياد، هذه يمكن ربما تم صناعتها بشكل مباشر في حفل الافتتاح. جميله جميله، يمكن هي لقطه تؤكد اللي هي تمزج ما بين الحضاره والحداثه في صورتها الجميله، يعني تسليط الأضواء عليها وخروج الكرات اللهب منها، ثم الشعلة اللي كانت ربما يعني ملفتة للنظر، الشعلة تكون داخل الملعب وليست خارجه من خلال الشجرة التي خرجت من الأرض وهي مشتعلة، ويمكن الصورة اللي كانت الشعلة اللي ستظل مشتعلة حتى نهاية الدورة ربما أخذت طابع جديد وتجديد في الحداثة بعيدا عن اللهب الذي كنا نتعوده في السابق، ولكن أصبحت لهب من خلال الإضاءة أو زي ما بيقولوا الليزر مشتعل باستمرار. ابقى معنا استاذ ايمن، راح نتواصل اكيد في الحديث معك. عبد الرحمن، انت تحدثت عن البيت القطري، البيت القطري تم سالتني عن البيت القطري بالتحديد، تم تدشينه في 26 من هذا الشهر من قبل سعاده الشيخ سعود بن عبد الرحمن الامين العام للجنه الاولمبيه في منطقه تقع على نهر التايمز، منطقة جميلة جدا. هذا البيت يحتوي على الموروث التراثي القطري، نتكلم عن المجلس القطري بكل اكسسواراته بكل زينته، نتكلم عن السوق القطري القديم بكل بضائعه، هناك فيها ايضا افطار بما ان في شهر رمضان، هناك افطار بالاكلات الشعبية القطرية، هناك مجموعة من الندوات والمعارض التي تقام، هناك مجموعة من الصور الخاصة بالثقافة القطرية والموروث الرياضي القطري في مكان واحد، بالفعل مكان يستحق الزيارة، يعني مفخرة لقطر والعالم العربي والإسلامي أيضا. نعم، جميل جدا جاسم. يعني ما هو التقييم الآن للمشاركة القطرية في منافسات اليوم على أقل تقدير، يعني التقييم المبدئي؟ نعم، شاركنا اليوم عبد الرحمن نعم في ثلاث مسابقات، إذا نتحدث عن بهية الحمد في مسابقة البندقية 10 أمتار خرجت بطلقة واحدة لكن حصلت على المركز 17 عالميا، الثالث أسيويا والأول عربيا. أملنا إن شاء الله في بهية في 4 أغسطس القادم في مسابقة البندقية 50 متر. بالنسبة لآية مجدي خرجت من الأولمبياد حقيقة أمام منافستها الكندية 4-0، يعني خرجت باستفادة من الاحتكاك، إذا نتحدث عن يعني فارق كبير مثل ما تحدثت لك أمس عبد الرحمن، إذا نتكلم بشفافية ووضوح يعني فارق كبير بين نجوم العرب وأبطالهم وأيضا الخليجيين وأبطال العالم على مستوى التحضير، على مستوى الخبرة، الاحتكاك، أيضا رهبة الجمهور. هي تحدثت آية مجدي كان عندها رهبة، يعني أول مشاركة في الأولمبياد، عمرها صغيرة، هي صغيرة في السن، يعني كانت عندها رهبة من الجمهور قبل انطلاق المنافسة فخسرت، بالتالي أكيد في استفادة على مستوى الاحتكاك والمشاركة الأولى. إذا نتحدث عن أحمد غيث في السباحة في 400 متر مفتوح أيضا خرج من هذه المسابقة، يعني كان خلينا نقول بون شاسع وكبير ما بين أحمد غيث عمره 18 سنة تقريبا وبين أبطال ونجوم كبار عالميين أولمبيين شاركوا في نفس المسابقة. أتمنى البقية التوفيق، وبهية عندها أكيد مسابقة في 4 أغسطس القادم، إن شاء الله نتمنى أن توفق وتقدم مستوى جميل جدا. نعم، ومن نتمنى التوفيق لبهية الحمد وأيضا أخوانها وأخواتها من الوفد القطري، وابقى معنا جاسم راح نعود لك إن شاء الله مع ضيفك أيضا أبو عايد. الهزيمة التي تلقاها الأبيض الإماراتي لكرة القدم في أولى مبارياته في الأولمبياد أمام منتخب أوروغواي
لا زالت تسيطر على الشارع الإماراتية. الرضا عن الأداء هو المسيطر على كل الآراء، وهناك اتفاق على أن الأبيض يستطيع العودة والفوز في مباراتيه المقبلتين والتأهل للدور التالي. يوسف السركان رئيس اتحاد الكرة الإماراتية رفض الاستسلام لحالة الحزن على ضياع النقاط الثلاث. لعبنا مباراة جيدة، لكن في هذه المرة الكرة لم تطاوعنا وكانت ضدنا بعد أن أهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروجنا بالنقاط الثلاث وليس نقطة التعادل. نحن راضون عن الصورة التي ظهر بها فريقنا في المباراة في هذه الظروف التي يواجهها لأول مرة في منافسة كبيرة وأمام هذا العدد من الجماهير، والحمد لله أن الفريق استطاع أن يكسب احترام الجميع. المنتخب قادر على تقديم العروض الأفضل في مباراتي بريطانيا والسنغال رغم قوة المنافسين. كلنا ثقة في لاعبينا والجهاز الفني بقيادة مهدي علي في استمرار تقديم العروض المتميزة التي تشرف كرة الإمارات. وطالما أن الفريق يؤدي ما عليه ويلعب بإخلاص ويقدم الصورة المشرفة، تأتي النتائج بعد ذلك وفق حالة التوفيق أو عدم التوفيق، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراتين المقبلتين. من جانبه ضياء الدين علي الكاتب في جريدة الخليج تحسر هو الآخر على الهزيمة غير المستحقة. الكاتب قال: بهذه الطريقة وبعد هذا الكم من الفرص الضائعة وبعد هذه الحالة المثالية من الأداء، حقا حرام يخسر المنتخب الأولمبي. ضياء الدين علي قال أيضا: لقد كان الأبيض الإماراتي في موقعته الأولمبية الأولى على مستوى الأمال والطموحات، فهو كان على المستوى المناسبة الدورة الأولمبية وعلى مستوى المنافس المرشح بقوة للفوز بلقب الدورة. ليس مطلوبا من المنتخب الأولمبي في هذا المعترك الكروي الصعب والمهم أكثر من ذلك أبدا، فهذا هو المعنى الحقيقي والحرفي للتمثيل المشرف. فالكرة رياضة، والرياضة فوز وخسارة، وإذا قمت بواجبك على الوجه الأمثل كما حدث ولم تكن هناك شبهة تقصير واحدة، فلتكن النتيجة مثل ما تكون، وعلينا أن نقبلها بروح رياضية وبنفس راضية، حتى مع التسليم بأنه كان بالإمكان أحسن مما كان. الشرط المهم هو أن يكون الشكل والمضمون اللذين ظهر بهما المنتخب أمام أوروغواي يمثلان الحد الأدنى للأداء مستقبلا، بحيث نضيف إليه مزيدا من السرعة ونحسن ونعالج ما ظهر من عيوب، بخاصة في الشوط الثاني الذي انخفض فيه رتم الأداء ومعدل اللياقة نسبيا عن الأول، والتوفيق بعد ذلك من عند الله. الاتحاد المغربي لكرة القدم حرص على رفع معنويات لاعبي المنتخب الأولمبي عقب التعادل الأول أمام هندوراس في منافسات الأولمبياد، وذلك برفع مكافآت الفوز في المباراتين المتبقيتين سعيا وراء الصعود إلى الدور الثاني. المنتخب المغربي يلعب في المجموعة الرابعة مع إسبانيا واليابان وهندوراس، وسيلتقي غدا مع اليابان في الجولة الثانية. بعد أن فرط في نتيجة الفوز أمام منتخب هندوراس، والتي خصص لها الاتحاد المغربي لكرة القدم مكافأة مالية دسمة، ومن أجل تحميس اللاعبين أكثر وتشجيعهم على بذل مجهود كبير للفوز بمباراة منتخب الساموراي القادمة، قرر الاتحاد المغربي رفع المكافأة الخاصة بهذه المباراة والتي من شأنها أن ترفع معنويات اللاعبين، وسيحصل كل لاعب على مبلغ 20,000 دولار، هي قيمة المكافأة التي تقرر منحها للعناصر الأولمبية في حالة انتقالهم للدور الثاني، على أن الفوز بالميدالية الذهبية سيكون مكافأته 50,000 دولار للاعب الواحد. اللواء أحمد الفولي رئيس البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية أكد أن مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره البرازيلي
ستكون دافعا قويا لباقي أفراد البعثة على التألق في منافسات الدورة الأولمبية. المنتخب المصري كان قد تعرض للهزيمة في أول مباراة أمس الأول أمام البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الهزيمة في مباراة البرازيل لم تترك أثرا سلبيا سواء على لاعبي فريق كرة القدم أو على باقي أفراد البعثة، بل على العكس كان للأداء الجيد الذي قدمه المنتخب المصري أثر إيجابي على أفراد البعثة بأكملها. الجميع يدركون الآن أن بإمكانهم تقديم عروض قوية والسعي للنجاح في مختلف المسابقات، ويبقى التوفيق من عند الله على هذا الجهد الذي يبذله اللاعبون. المنتخب قدم عرضا جيدا في المباراة خاصة في الشوط الثاني، ولم تكن هزيمته مخزية على الإطلاق، بل كانت بهدف وحيد أمام فريق عريق يضم نخبة من أبرز النجوم المحترفين. جمال زهيري الكاتب في جريدة أخبار اليوم علق على مباراة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل وقال: شتان الفارق بين أداء المنتخب في الشوطين، حيث قدم أسوأ عروضه في الشوط الأول بينما تفوق على نفسه في الشوط الثاني. نعم، لعبنا المباراة بفريقين، الأول مرتعش فاقد للثقة في نفسه، والثاني عظيم الثقة في نفسه، ليس لديه ما يبكي عليه. واستفاد كثيرا من الشوط الأول الذي لعبه أمام منتخب البرازيل. شكرا للاعبي المنتخب الأولمبي على ما قدموه من جهد وعطاء في الشوط الثاني فقط، وقد استحق هاني رمزي تحية واجبة من المدرب البرازيلي الذي انبهر بالتحول الكبير في الأداء. أما الشوط الأول فهو كارثة بكل المقاييس الفنية، ولا نتمنى أن نراه فيما تبقى من مباريات، وأولها مع نيوزيلندا غدا، والآمال قائمة رغم الهزيمة المتوقعة من البرازيل. خالد السعدي الكاتب بجريدة الشرق القطرية تحدث في مقاله اليوم عن نتائج المنتخبات العربية في منافسات كرة القدم. الكاتب أبدأ ارتياحه للمستوى الذي قدمته منتخبات المغرب ومصر والإمارات أمام هندوراس وعمالقة الساحرة البرازيل وأوروغواي، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يترقب ما سيفعله العرب ابتداء من اليوم في باقي الألعاب. رغم خسارة المنتخبات الأولمبية للإمارات أمام أوروغواي ومصر أمام البرازيل في أول أيام الأولمبياد، ورغم تعادل المغرب أمام هندوراس، إلا أن ما شاهدناه من مستوى لهذه المنتخبات العربية وما تابعناه من مهارات للشبان والمواهب الجدد يطمئننا إلى أن قاعدة كرة القدم في هذه البلدان بخير، وأن القادم كرويا سيكون أفضل بإذن الله. ومع اختتام الجولة الأولى لمنافسات كرة القدم، اللعبة الجماعية الأكثر إثارة، نطوي ملفها جانبا وننتظر اليوم البداية الحقيقية للأبطال العرب في المنافسات الفردية، وفي مقدمة هؤلاء الأبطال فرسان قطر الذين تبدأ مهمتهم اليوم في البحث عن الذهب والفضة والبرونز مع التمثيل الرياضي المشرف بكل تأكيد. فكل التوفيق لكل عربي في الأولمبياد. شكري لحذيفي الكاتب في جريدة الجمهورية اليمنية أكد أن بعض الدول المشاركة في أولمبياد لندن العالمي يصل تعداد لاعبيها إلى أكثر من 1000 لاعب، وبالمقابل فإن جميع المشاركين من الدول العربية بلاعبيها والمرافقين والبعثات الرسمية يبلغون فقط 500 شخص. الكاتب قال: المشاركة العربية لا تسجل حضورا قويا في الأولمبياد إلا في الألعاب الفردية وخاصة ألعاب القوى، والمشاركة اليمنية متواضعة ومحدودة. هكذا عادة العرب خلال مشاركاتهم في الأولمبياد غثائية عددية، ولا يسجلون حضورا حقيقيا إلا في عدد محدود جدا من الألعاب الفردية، وبخاصة ألعاب القوى. ولو عملنا على غربلة العدد البالغ 500 عربي في الأولمبياد لصدمنا العدد الضئيل جدا من لاعبين المشتركين في الألعاب الأولمبية،
وحتى الدول العربية التي وصلت إلى الأولمبياد العالمي قليلة جدا وفي ألعاب محدودة باستثناء الدول العربية الأفريقية المتفوقة كثيرا والمتطورة مقارنة بالآسيوية. المشاركة اليمنية تعد جيدة رغم الإمكانات المحدودة والمتواضعة التي لا توازي ما تبذله الدول الأخرى تجاه لاعبيها للوصول بأكثر الألعاب إلى أولمبياد لندن 2012. ومع ذلك فمجرد بلوغ الرياضة اليمنية المحفل العالمي بأربعة لاعبين يعد خطوة جيدة. عودة إلى موفد قنوات الكاس إلى لندن زميلنا جاسم حسين. جاسم، دعنا نتحدث عن التحضيرات للقاءات العربية المقررة غدا في مسابقة كرة القدم. نعم عبد الرحمن، حظوظ الدول العربية المشاركة في مسابقة كرة القدم كبيرة جدا رغم خسارة مصر والإمارات في الجولة الأولى وتعادل المغرب أمام هندوراس. راح أشرك أيضا الأستاذ أيمن بعايد في هذا الموضوع بالتحديد. أستاذ أيمن، نتائج العرب في الجولة الأولى مسابقة كرة القدم، مصر والمغرب والإمارات. خلينا نقول أنه النتائج لم تكن مرضية للطموح، ولكن ما يؤخذ على هذه النتائج هي أن المنتخبين المصري والإماراتي كانوا قريبين جدا من الفوز وتحقيق التعادل في هذه المباريات، وهم الذين فرطوا في هذا التعادل أو في هذا الفوز على الأقل. المنتخب المغربي طبعا نجح في التعادل، ولكن أنا أعتقد أنه هو تعادل يعني بطعم الخسارة، لأنه هندوراس لم تكن يعني تستحق الفوز، وكان من الممكن المغرب أن يحقق 3 نقاط في هذه المباراة. لكن خلينا نقول أنه الأمل مازال موجود والفرصة مازالت قائمة عند الثلاث منتخبات عربية إن شاء الله في الجولة الثانية والثالثة ممكن يعوضوا ويكونوا مشاركين في الدور الثاني إن شاء الله. ماذا عن المنتخب المصري بالتحديد مباراة أمام البرازيل؟ لو كان في دقائق قليلة كان المنتخب المصري ممكن أن يعادل؟ هذه هي مشكلة اللاعب المصري ومشكلة دائما منتخب مصر مع الفرق الكبيرة، يعني حتى نقدر نقول المنتخب الأولمبي قعد نفس السيناريو اللي هو كان وقع فيه نفس المنتخب الأول في كأس القارات قدام البرازيل. دائما انت يعني يمكن احنا مع اختلاف الوضع، يعني يمكن انت يعني لماذا تفرط في هذا في الأداء بهذا الشكل في الشوط الأول وتصحو في الشوط الثاني وثم تغير النتيجة تماما، وكنت قريب من أنك أنت تحرز التعادل، وممكن لو كان هناك وقت كان التعادل والفوز أيضا، ولكن لماذا هذه السلبية وماذا كل هذه الأخطاء في الشوط الأول؟ أعتقد أنها هي الرهبة دائما من الاسم الكبير للمنتخب البرازيلي والنجوم اللي هو طبعا احنا لو اتكلمنا على مقارنة بين المنتخب مصر والمنتخب البرازيلي، اسماء النجوم البرازيل كلهم محترفين في اوروبا، بينما المنتخب المصري ربما يعني يدوبك يشق طريقه 2 أو 3 بقى على بداية الطريق الاحتراف. ماذا عن مباراة مصر نيوزيلندا؟ هي ما فيش شك انها مباراة صعبة، لانه المنتخب المصري لابد من تحقيق الفوز في هذه المباراة اللي يبقي على امله في المباراة الاخيرة امام بيلاروسيا، لكن انا اعتقد ان المنتخب النيوزيلندي لن يكون سهلا في هذه المباراة ايضا، هو تعرض لخسارة امام بيلاروسيا في مباراة الاولى وسيسعى طبعا جاهدا على امل انه هو برضه ممكن ينافس لانه الفرصه منافسه، لكن اعتقد انه فارق الكره المصريه وبالدافع المعنويه اللي اخذها اللاعبون والجهاز الفني بعد نتيجه البرازيل رغم الخساره، ولكن الاداء الاشاد به الجميع ممكن انها تعمل طفره وتخلي المنتخب يقدر يحقق الفوز في هذه المباراه. المباراه الاخرى للعرب، الامارات بريطانيا، المغرب واليابان. هي مباراة صعبة للإمارات وبريطانيا، المباراة صعبة لأن بريطانيا كانت تعادلت في أول مباراة، فطبعا يعني الإمارات يعني الله يكون في عونهم أنهم هيواجهوا أصحاب الأرض والبلد المستضيف، لكن المغرب أعتقد أنه ممكن يقدر يعمل حاجة، يعني لأن أعتقد أن إمكانيات المنتخب المغرب أفضل من ذلك بكثير، وأن كان برضو أنا أعتقد أن المنتخب الإماراتي لم يختلف كثيرا عن المنتخب المصري، هو رهبة من المشاركة، يعني لابد أن الفرق العربية تلعب كثير من الاحتكاكات عشان تكسر حتة الرهبة والخوف من الأسماء الكبيرة والمنتخبات اللي بتواجهها. دائما بعد رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام المصرية، شكرا جزيلا على تواجدك. شكرا. أنا اللي بشكركم، ألف شكر لكم وكل سنة وأنتم طيبين. إذن هذا لدينا عبد الرحمن، نتمنى أكيد التوفيق للمنتخبات العربية، ننتظر أكيد الميداليات في الأيام القليلة القادمة أكيد. شكرا لك جاسم حسين موفدنا إلى لندن، وأيضا نشكر ضيفك الكريم الأستاذ أيمن أبو عايد، شكرا جزيلا.
مشاهدينا الكرام نترك الأولمبياد ونذهب إلى جولة مع الأخبار المحلية من الصحف القطرية. قالت جريدة الراية أن نادي الإخوية بطل دور النجوم قطر الموسمين الماضيين يسعى إلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي الجنسية الكونغولي الأصل جريس كومبو أكوكو لاعب نادي رين الفرنسي وضمه إلى صفوفه الموسم المقبل. ذكر الموقع الإلكتروني يورو سبورت أمس أن الإخوية يتفاوض مع كيمبو وأن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا ومن المنتظر أن تحسم بشكل نهائي خلال الأسابيع القادمة. وتؤكد المؤشرات أن كيمبو سيكون بديلا للجزائري مراد مغني حيث يسعى جمال بلماضي إلى دعم خط الهجوم بلاعب على مستوى عال بينما يلعب مراد مغني في خط الوسط كلاعب ارتكاز. يلعب كيمبو كرأس حربة وهو ما يحتاجه الإخوية خاصة أن مهاجمه الجديد التونسي يوسف المساكني لن ينضم إلى صفوفه إلا في يناير القادم. لم يكن الموسم الفائت مرضيا لتطلعاتي وطموحاتي فقد كنت أريد أن أحقق بصمة وأن لا يمر الموسم مرور الكرام وعودة لازاروني كانت سببا في بقائي في الملك. أشيبة لا يمكن تحميله مسؤولية ما جرى. تلك كانت كلمات رددها مشعل عبدالله قائد هجوم الملك القطروي في حواره لجريدة العرب. مشعل ألمح إلى أنه لن يترك مكانه في تشكيلة لازاروني الأساسية وسيؤكد للجميع أنه ورقة رابحة. حقيقة الكل مصمم في الموسم المقبل أن يمحو صورة الموسم الماضي والتفاؤل يسود الجميع سعيا لأن يظهر الفريق بحلة جديدة كما تعود جمهور الملك. ونحن نستعد بشكل جيد مع المدرب لازاروني وكل شيء يسير على ما يرام في ظل التزام جميع اللاعبين والمحترفين. وحقيقة لازاروني كان وجوده مهما لرفع الحالة المعنوية وله باع طويل لا يمكن إغفاله. ونتمنى أن تتغير صورة الملك. لا يمكن تحميل المدرب شيبة الأخطاء وسوء النتائج والمسؤولية يتحملها الجميع. ومن الصعب أن يكون شخص واحد وراء ما يحدث فالنتائج لا يسمعها المدرب وحده. ابتعادي عن العناب يحزنني ولكن أريد العودة إلى صفوف المنتخب بأقصى سرعة بعد غيابي عنه منذ عام 2007. في حوار خارج المستطيل الأخضر حل المحترف في صفوف الوكرة المهاجم العراقي يونس محمود ضيفا على صفحات جريدة الوطن للحديث عن الأجواء الرمضانية. الوطن قالت لكل رياضي طقوسه المعينة في الشهر الفضيل من حيث تناول الوجبات والأطعمة، لكن كيف هي طقوس وعادات العراقي يونس محمود في الشهر الفضيل وكيف يقضي يومه وماذا عن وجبتي الإفطار والسحور وأكثر المأكولات التي يفضلها على المائدة؟ يونس محمود أدلى بالتفاصيل من خلال السطور التالية. أقضي النهار بالبيت ونادرا ما أخرج بالنهار إلا إذا كان هناك سبب يقتضي مني ذلك. للأسف صلاة التراويح تقام في أوقات التدريبات والمباريات والوقت يكون متشابكا وفي الغالب لا أقوم بأداء صلاة التراويح. كل الأكل أشتهيه ولكن المشكلة في النوم بعد الإفطار، فبعدما أتناول الطعام أشعر باسترخاء كبير. اللبن والتمر لا غنى عنهما قبل البدء بتناول الأكل والشراب وأحرص على أن يكون أول ما ينزل لمعدتي بعد المياه هو التمر واللبن. ألبي معظم الدعوات ولا أحب رفض دعوة أحد وأعتقد أن أهم شيء في الإفطار هو التجمع بين الأهل والأصدقاء. السحور دائما يكون خفيفا ولا غنى عن اللبنة والجبن والشاي وبعض المأكولات الأخرى التي تبد بالطاقة والحيوية لأطول فترة ممكنة، ولكن يكون معظم الأكل خفيفا. ماذا في جولتنا العربية؟
إلى البحرين، حيث أكد رئيس لجنة الاحتراف البحرينية عبد الله السيار أن الخطوة الأولى لتطبيق الاحتراف الكروي في البحرين تتمثل في إصدار جديد خاص للأندية يتضمن أهم المعايير التي يجب أن تنفذها لدخول عالم الاحتراف. سيار قال: الدليل لا يجب أن يتضمن المتطلبات الرياضية والقانونية والإدارية والمالية والفنية والبنية التحتية التي ينبغي على الأندية أن تنفذها لتدخل عالم الاحتراف. وجدت كل الدعم والمساندة من جميع الجهات، وبالأخص شركات القطاع الخاص التي وافقت على الدخول في هذا المشروع، شريطة أن تكون هناك توجيهات عليا من المجلس الأعلى للشباب والرياضة تدفعهم وتشجعهم للدخول في هذا الطريق. بعد الزيارات المتعددة التي قمنا بها، سنرفع تصورا متكاملا إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم للشروع في الخطوة المقبلة، وهي إصدار دليل متطلبات الاحتراف للأندية. الخطوة الثانية للاحتراف تتمثل في تشكيل هيئة أو رابطة لدور المحترفين تكون لها استقلالية مالية وإدارية. معايير الاحتراف المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي تمتاز بالمرونة الكبيرة. العائق الوحيد الذي يقف وراء تطبيق دور المحترفين هو التمويل، حيث تعاني أغلب الأندية من المديونيات، كما أن ميزانياتها لا تسعفها لاستيفاء متطلبات الاحتراف. إلى عمان، اتهمت أندية عمان ومسقط والسيب خالد بن حمد أبو سعيدي رئيس اتحاد الكرة العماني بأنه أساء لسمعة السلطنة بتزويد الفيفا بمعلومات مغالطة عن القضية المتعلقة بعدم قانونية الاتحاد العماني. الأندية الثلاثة أصدرت بيانا لتوضيح مخالفة رئيس الاتحاد العماني المنحل بحكم القضاء، وذلك في الانتخابات التي أقيمت في 25 من أغسطس من العام الماضي. نعتب على الوزارة لصمتها تجاه هذه التجاوزات وتخاذلها عن تطبيق حكم المحكمة، ونطالبها ألا تناصر الباطل. لقد لجأنا للقضاء بعد أن خاطبنا الوزارة والاتحاد ولم نلقى ردا، ونرفض تصريحات رئيس الاتحاد المنحل بأن القضاء العماني غير مختص. كنا نستطيع أن نصل للفيفا، بل هناك شخصيات بارزة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أرادت أن تعرف منا الحقائق، إلا أننا رفضنا تدخل أي جهات خارجية حفاظا على سمعة السلطنة، وأكدنا لهم بأن هذا الخلاف داخلي فقط. على وزارة الشؤون الرياضية الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة، كما على رئيس الاتحاد ومجلس إدارته المنحل عدم الزج بلاعبي المنتخب الوطني في هذا الأمر. إننا لم ولن نسمح بتشويه سمعة السلطنة خارجيا فيما يخص الرياضة. تلقى ياسر القحطاني وأحمد الفريدي لاعبا نادي الهلال السعودي عرضا للاحتراف بنادي نوتنغهام فورست الذي يمتلكه رجل الأعمال الكويتي فواز الحساوي. من جانبه عبد الواحد المشيقح الكاتب في جريدة الجزيرة تحدث عن احتراف اللاعبين السعوديين، والكاتب قال: المحترف السعودي ما زال غائبا عن أداء واجباته الرئيسية وغير مدرك بأهمية الانضباط في حياته كلاعب محترف، ولا يتعامل مع نظام الاحتراف إلا على أنه مادة فقط، مقدم عقد يستلمه عند التوقيع وراتب يناله نهاية كل شهر. لابد أن نعترف وبدون خجل بواقع محترفينا بأنهم يفتقدون للانضباطية، وهذا أهم عنصر للنجاح للاعب المحترف، وبدونه لا يمكن أن يكون لاعبا محترفا وفق الصورة التي ينشدها الجميع. فالمحترف لدينا لا يسير على برنامج غذائي معين، وغير ملتزم بواجباته، وغير منضبط في الكثير من أموره. المشكلة الخطيرة التي باتت تهدد مستقبل محترفينا إدمانهم للسهر لساعات طويلة، وأوقات السهر تزداد بشكل مبالغ فيه، فهم ينامون نهارا ويستيقظون ليلا، فتدريبات الأندية لا تبدأ إلا بعد صلاة العشاء، ولذلك فهو يؤدي تدريباته اليومية بانتظام. لكن أي فائدة مرجوة من هذا الانتظام في التدريبات وهو لم يذهب لفراشه إلا بعد شروق الشمس بساعات طوال؟
تعتزم إدارة نادي الاتحاد تشكيل لجنة فنية لتكون مسؤولة بشكل مباشر على الفريق الأول، ويعتبر عيد الجهني المشرف العام على الفريق الأول السابق هو الأقرب لقيادة هذه اللجنة. من جانبها تحدثت آلاء أديب الكاتبة في جريدة المدينة عن أحوال العميد السعودي قبل الاستعدادات للموسم الجديد. الكاتبة قالت: لا أظن أن الاتحاد يحتاج حاليا لأكثر من الاستقرار النفسي والفني، وتحديدا البعد عن الحرب الباردة وكشف المستور. أعتقد أن ما مر في الأيام الماضية كاف لأن يقف الاتحاديون صفا واحدا، وقد رأوا أن الرموز تركوا السفاسف ووقفوا وقفة الكبار وقت أن ضاقت الأزمة، وتلك هي معادن الرجال التي لا ترتبط بموقع أو منصب أو منة أو بحث عن شهرة أو فائدة أيا كان نوعها وهدفها. جماهير العميد ترغب في أن ترى فريقها بثوب مخالف للموسم الماضي، فقد كثرت آنذاك الزلات وتعددت الخسارات وضاعت هيبة الاتحاد في كل موقع، غير أن حضوره لم يهزل ولم يكن من مفر أو حل لهم سوى الأيام الأواخر من كأس الأبطال، ورد الاعتبار الذي حصده الفريق في الدوري حين لعب الدور الأكبر بإزاحة الأهلي عن بطولة الدوري التي ذهبت طائعة إلى الشباب. تتم الجولة العربية من الكويت. الكرواتي رادان مدرب فريق القادسية قال أن الموسم المقبل سيكون صعبا جدا. رادان قال أن معظم الفرق عدتها بشكل جيد لبداية قوية مثل الكويت والعربي وكاظمة، وهو ما قد يصعب من مهمة الأصفر في مواصلة السير على خطى الموسم السابق. في حال أراد القادسية الاستمرار في القمة فلا بد من إعداد الفريق بالشكل الأفضل والأميز، وأن يتحلى الجميع بالروح القتالية العالية داخل الملعب سواء خلال المباريات أو الحصص التدريبية. الأمور تسير على ما يرام خلال الفترة الحالية مقارنة ببداية الموسم السابق، حيث كان الموسم قد أوشك على البدء ولم يتم حسم موقف المحترفين بشكل قاطع. المشاركة بدورة الجزيرة الإماراتي المقبلة جاءت في الوقت المناسب، لا سيما في ظل عدم وضوح موقف إقامة المعسكر التدريبي. إلى جولتنا العالمية. كارلو أنشيلوتي المدير الفني لباريس سان جيرمان أكد أن زلاتان إبراهيموفيتش سوف يسجل أول ظهور له مع ناديه الجديد في لقاء الأحد الودي ضد دي سي يونايتد الأمريكي. المدير الفني الإيطالي للنادي الفرنسي تحدث إلى وكالة فرانس بريس قائلا أنه سيلعب لمدة 30 دقيقة وسوف يبدأ المباراة. إنه في حالة جيدة ولم تكن لديه أي مشاكل في التدريب، لقد عمل جاهدا في الأيام الأولى وهو متعب قليلا، إلا أنه وصل إلى حالة طيبة، إنه احترافي للغاية وفي حالة معنوية جيدة، سوف يبدأ المباراة مع وجود جاميرو ومينيز على جانبيه. من الصعب جدا التعاقد مع لاعبين موهوبين مثل إبراهيموفيتش، تياغو سيلفا، إيزيكويل، لافينسي وماركو فيراتي. هذه تشكيلة تتصف بالجودة، أنا راض حقا أن يتاح لي هؤلاء اللاعبون. إبرا يمتلك الجودة، الخبرة والشخصية، لديه كل المقومات ليصبح لاعبا رئيسيا في هذا الفريق. إنه أيضا سيساعد زملائه على تحسين نوعية المباراة التي نقدمها. جوان كوليتا الرئيس التنفيذي لنادي إسبانيول أبدى غضبه الكبير بعد القرار الذي اتخذه فريق برشلونة بالدفع بالفريق الثاني با في مباراة كأس السوبر الكاتالوني والتي كان مقررا لها يوم الثلاثاء المقبل، والذي أدى إلى إلغاء اللقاء. وفقا لجريدة آس الإسبانية قال كوليتا: القرار الذي اتخذه برشلونة يشير إلى عدم احترام للكرة الكاتالونية وذلك لنادي إسبانيول. لقد فوجئنا أنهم اتخذوا ذاك القرار والذي أزعجنا وأحزننا قبل بضعة أيام من موعد اللقاء. كان من الممكن
أن نعد لجولة خلال هذه التواريخ، لكننا لم نفعل لأننا أخذنا المباراة على محمل الجد. كان من الممكن أن نكسب الكثير من المال من ذلك. كوليت على الرغم من إلغاء المقابلة، إلا أن إسبانيول كان ملتزما أمام الكرة الكتالونية بنسبة 100%. فوجئت أنهم اتخذوا هذا القرار، ولكن كان من الواضح أنهم غير آخذين المباراة على محمل الجد. إسبانيول لن يواجه فريق البدلاء لأي ناد أيًا ما كان. فريقنا الأول سوف يلعب فقط أمام فرق أول أخرى. أتمنى لكم من أجمل لا تحية مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله في نفس التوقيت في تمام 12:30 بتوقيت الدوحة. صياما مقبولا وإفطارا شهيا بإذن الله.